السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا الكرام مشاهدي قناة أشواق تيفي. اليوم احنا في بيت اختي ميلودا. اختي ميلودا العمر ديالها 55 سنة، ما تزوجاتش، كتعيش لوحدها بوحديتها، يتيمة الأب والأم يعني من زمان. احنا كنعرفوا هاد السيدة، كانت خدامة على راسها، كانت بخير وعلى خير الحمد لله، وكانت هازة راسها براسها. كانت تفاجئوا كيتفاجئوا جيرانها كذلك، على أن مؤخرا جات واحد الحالة اللي حتى الطبقي ما لقاش لها العلاج، لحد الآن ما كاينش العلاج ديالها. تشد عليها رجليها، تشدوا عليها، يعني كتبغي توقف كطيح، ما عايش معاه حتى واحد. مثلا اللي بغاتنا تنوض طواليت خاصك تلقى مشكل، تنوض مسكينة وتطيح، تنوض وتطيح وتقصح. جيران مرة كيدخلوا عندها قليل ماشي بزاف، ولكن تما الشكر جزيل لهم. ما عندهاش يصرف عليها مسكينه. مؤخرا هي دابا واحله في لاغيم، ما لقاتش باش ديرو تحاليل، ما كاينش باش ديرهم، ما كاينش حتى اللي يديها للسبيطار، يعني حالها مؤلم بزاف. نخليوها تقول لنا اشنو واقع. السلام عليكم. هادشي اللي واقع ليا في بحال هادشي، رجليا ما كنقدرش نزيد بيهم، ما عنديش باش نمشي للطبيب، ما عنديش شي واحد اللي كيصافع عليا، ما عنديش شي حد، ندي على الله سبحانه الاول. وبغيت غير اللي يديني للطبيب ويديني يوقف معايا اختصاصيا، غير نشوف ولا شويه ولا غير رجليا، ونرجع كيف ما كنت. هادشي اللي كنطلب، بغيت رجليا ولا شويه، باش محسن وشي محسن الله يخلف عليا ما يوقف معايا. أنا ما عنديش وما عنديش باش غنداوي راسي، غنبقى هكا صافي، انا ما بقاش لي غيوقف معايا، ما كاينش لي غيوقف معايا. شحال ديال الوقت باش انت باش تصابيتي بهذا المرض؟ عام باش هادشي وقع ليا. انا هادشي دابا عام باش شديت من هادشي. فاش كنتي كتخدمي من قبل؟ كنت كنخدم في الحوت، مصبرات الحوت، فابريكات. هاد الفابريكات مثلا ما عندكش منهم مثلا شي مساعده؟ ما كاينش، ما عنديش خلصه مثلا شي صلاه، لا عندي والو، ما عنديش القاتي، ما عنديش كثار، ما عندي مع غير شي 1000 يوم ولا شي حاجه، ما كيديروا 3000 ومع 360 يوم. ما عندكش تغطيه صحيه؟ لا انا يعني ما خصني نكون خدامه، ما بغيتش خدامه، قعدت سكتوني خدامه، ما بغيتش خدامه، عنديش. لا هنا كاريه ولا راه هنا؟ هنا راه انا ورا غادي، ما عنديش باش نخلص النظافه، غادي يشدوا عليا غير في تنقص، غادي يشدوا عليا غير في الكرا. شحال راهنا حاليا راهني بجوج، وكيشدوا ليا من هذا 60 تاع النظافه، علاش ما تبقى ليا فيها والو؟ المهم غادي يشدوا عليا، ولا ما بقاش يعطوها ليا كاع، بقاو غير في يد الورات، الورات كاع ما بقاو يبغوا يعطوها ليا. قال لك بيخلصوا ليا كرا، ولا بغا يجي يسدوا عليا هذا البيت، يديروا لي لوحه من هوك ولوحه من هوك، ويديروا لي فضقيه ويقيسوني انا برا، تبيعوا الدار ولا شوفوا اش غيديروا ليا. مولات الدار توفات؟ مول الدار ماشي مولات، وقع الورات غير واحد بنته هي اللي ساكنه معانا، هي اللي حابسه خوتها، ما خلاتهمش باش يجوا. قالوا نجو نديروا على لوحه من هنا، ونسدوا على البيت، ونسدوا على كلشي، نخلوها برا، نسدوا على حوايجها، ونسدوا على كلشي، نخلوها برا، تنبيعوا الدار ونشوفوا واش غنديروا ليها بالورات. وانا نقطعوا عليها كرا، بقى قاعدوا نقطعوا عليها كرا، وانا نقطعوا عليا ديك فليسه كرا صافي، باش بقى ما تغهدش، بقى غير اللي كنا نظافه شي ولات دايره 100 ولات دايره، باش بقى انا فين غنسكن؟ ما بقاش عندي فين غنسكن. اختي ميلودا كيفاش كتعيش؟ كنعيش الحمد لله، شفي حاشا حال دايره عايشة مقهورة، للغدا من تعشى، ولا تعشيت من تغدى، وصافي هادشي اش من حالة. عايشة شكون كيعولك المال؟ شكون كيجي عندك يساعدك؟ شكون اللي شكون كيصبر لك حوايجك؟ شكون اللي كيتقدى لك؟ كنقدر كاع نصبر انا، ما يا بوحدي انا ما كنقدر كاع نصبر، انا نوقف على الميدان حتى كيضروني رجليا، ما كنقدر كاع نصبر، ما عنديش الماكينه، ما عندي وقت نصبرهم، صبنا ما بيدي بوحدي. نشير ما كنقدرش نشر برا، حتى كنطيح، حتى نشد في الشارجون ونشد في اللوح، وما كنتشارجون نعيط على شي وحده نقول لها نشر لي ليا. علاش الصخره ما كنمشيش للصوب؟ سمعنا الجيران قال لك كتكوني غادي كتتمشي حتى كطيحي بوحدك. ما كنقدرش، ما كنطيح شحال من مره، ومره مره كنطيح شحال من مره، ومره كطحت عدة المرات اللي طحت، ماشي خطره ماشي جوج، ماشي كنطيح بزاف.
شكون اللي كيجي طلع عليك؟ شكون اللي كيجي؟ الله سبحان الله. وانا دخلت شي وحده من الجيران ولا عيطت على شي وحده شي دري يقول لي تسخر ليا وصافي هادشي اللي كاين. كي دايرين جيرانك معاك هنا؟ مزيان مزيانين بخير، ما كاين حتى شي واحد خايب، ما قاعد يسخروا كاع بلادهم كيتسخروا ليا وداكشي، واحد ما خايب. اختي ميلودا، شنو كطلبي من الناس اللي كيشوفوك دابا؟ بغيت غير شي حد اللي يوقف معايا على صحيحتي، ولا شي طبيب، ولا شي حد اللي يعاونني ويمشي معايا للطبيب ويداويني، ونرجع نوقف غير على رجليتي ونعاود نمشي ونجي باش نخدم على راسي، ما نصير وباش ناكل، وباش ما عنديش لا في التفين نسكن، انا ما عنديش غير نتلاحظ في الزرقه. واش اللي كاين؟ ما عنديش معاه بيت شي حد، شي محسن الله يجازيه بخير، ولا شي حد اللي وقفوا معايا للطبيب، دوني للطبيب ونمشي نشوف رجلي اش بيهم، واش شي دواء ونولي شويه ولا شي. بغيت صحتي انايا، بغيت صحتي. واش اللي كاين؟ الله يجازيهم بخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى الله تعالى ان الامنيه ديالك تحقق وترجعي تمشي على رجلاتك وتهز راسك براسك. حتى حاجه ما كتعجز على سيدي ربي، كل شيء بيد الله تعالى وكل شيء عند الله قريب. مشاهدينا الكرام، شكرا لتتبعكم، ونتمنى حالتي واضحه باينه، حتى شي حاجه ما مضرقانه على شي حد، كل شيء باينه. دي حالتي فاش كنعيش، ما عنديش دار اخرى ولا شي محل اخر ولا شي بيت اخر ولا شي فراش، هذا هو حالتي اللي كنعيش فيها. ومضرق علي بزاف، ما حتى شي حاجه، ما عنديش شي خلصه، ما عنديش شي حاجه، ما عندي والو. والحمد لله اش عندي الشيء اللي كاين.